احنا اليوم بدنا ناخذ رفيقات دور الطبيب. يعني احنا بدنا نشخص المرض اللي هو هي. طبعا من المهم جدا انه مثل ما ذكر من الرفيقات جميعا من الاسلوب او من التوعيه او هذا انه تعرف المراه واجباتها كمان. يعني جهل المراه بواجباتها انه هي المفروض تكون هي مشاركه بكل المجالات. هي الندوات ان تكون المراه السوريه حافظه لتاريخها قبل الازمه وبعد الازمه والامور المترتبه عليها وتاثير الازمه على المراه السوريه، كون المراه السوريه هي من تعرض لابشع انواع العنف في اثناء الازمه، ولكن من انتقالها للعنف انتقالها في المجال السياسي والمجال الاجتماعي قدمت المراه السوريه انجازات عظيمه. فاليوم النساء يجب ان يكون يعرفن ما هي الانجازات التي قدمتها المراه وما تعرضت له المراه. فهدف مجلس المراه السوريه الانخراط في جميع شرائح المجتمع، من هذه الندوه ان تكون المراه السوريه حافظه لتاريخها سابقا وبعد الازمه. فتعرضت المراه السوريه للتهجير وللتشريد ولعده انواع الانتهاكات خاصه في المناطق المحتله من قبل تركيا. فنحن نلقي الضوء على جميع المراحل التي مرت بها المراه السوريه ليكون ملم لجميع الجوانب. فنحن اليوم هدفنا الوصول الى جميع النساء السوريات وما تتعرض له جميع النساء السوريات. تناولت الندوة أو المحاضرة تناولت عدة محاور تصب في المصب الرئيسي لتمكين المرأة. فبداية الحديث تحدثت عن تمكين المرأة فكريا ونفسيا لكي نكون أرضية و شخصية نقدمها للمجتمع متوازنة واثقة من نفسها. تحدثنا أيضا عن تمكين المرأة سياسيا وكيف أنها ستدخل في مجالات صنع القرار وكيف يعني أن تسخر هذه الملكة أو هذه الخبرة السياسية في جميع مجالات حياتها، سواء في المنزل، سواء في المجتمع، سواء في مكان صنع القرار. أيضا تحدثنا عن التمكين القانوني عندما تلم المرأة بحقوقها وواجباتها، يعطي ذلك قوة أكثر لها في مجالات العمل التي تدخل إليها. أيضا التمكين الاقتصادي عندما تدخل المرأة مجالات العمل سواء مهنية سواء إدارية أو سواء في مراكز صنع القرار، يؤمن لها دخل يحفظ لها كرامتها وقدرتها على العيش في المجتمع. أيضا في نهاية المطاف تحدثنا عن يعني أهمية ذلك في صنع امرأة قوية قادرة على خوض مجالات العمل، قادرة على أن وكفؤ أينما وضعت في أي مجال وضعت فيه تكون كفؤ ومتمكنة في مجالها. عادات والتقاليد البالية التي تحطم من إرادتها، تتحدى بقوتها، بثقافتها، بأخلاقها العالية، بتمكنها، بصفات الجدارة. هي تستطيع أن تكسر العادات والتقاليد السلبية الموجودة حواليها وتعطي أنموذجا جميلا ونموذجا ناجحا. في الوقت أن تحب جنسها كأنثى، أن لا تخجل منه، وأن تثبت جدارتها كأنثى في مجتمع ذكوري، في مجتمع يحمل العقلية الذكورية السلطوية. الندوة الحوارية بعنوان دور المرأة في ظل الأزمة السورية وانعكاساتها. طبعا تكلمنا من خلال هذه الندوة عن المشكلة والحل، المعاناة اللي عانتها المرأة خلال الأزمة السورية والحل لهذه الأزمة بأشياء تخص المرأة وتمكينها من كافة نواحي، الناحية الأيديولوجية، الناحية الاجتماعية، الناحية الاقتصادية، الناحية السياسية، الناحية القانونية. فهذه الحلول كانت لنصل لنموذج المرأة الحرة الريادية الفاعلة ضمن هذا المجتمع. طبعا المرأة هي كانت المضحية، هي اللي دفعت أثمان باهظة نتيجة هذه الأزمة التي مرت على سوريا. طبعا هي أزمة مرت على جميع المجتمع لكن المرأة بشكل خاص، ولذلك اخترنا هذا التوقيت يتواكب مع ثورة روج آبا اللي هي ثورة المرأة، لنصل إلى المرأة الفاعلة ضمن المجتمع التي
لها الدور الريادي لتطوير المجتمع. فالمجتمعات تقاس من خلال دور المرأة في هذا المجتمع، إن كان هذا المجتمع راقي متطور أم مجتمع متخلف. خلال هذه المحاور وإذا تم تطبيقها على أرض الواقع سوف نصل إلى نموذج المرأة الحرة، نموذج المرأة الفاعلة التي تكون هي قيادية لتطوير هذا المجتمع وتنشئة أجيال تحمل ذهنية حرة والوصول إلى مجتمع إنساني خالي من الصراعات بين الجنسين.